مصر، وقادني ربطة أبينا البطريرك بيدي لكي أجلس على هذا الكرسي، ولكن ثقوا ما راح أبقى قاعد على الكرسي. لازم أقف وأشتغل وأمسك إيد بيدكم والكل راح يشتغل مع بعض. يعطيكم الآب كل ما تسألونه باسمي. نسأل الله أن تكون الموسى بعد كل ما قاسته من آلام ومعاناة وخراء ولادة جديدة سليمة، ولادة صحيحة، ما ولادة قيصرية. الذي يخدم حاليا في استراليا. لذا أشجع المسيحيين على العودة والتواصل والسعي لبناء مساحة مشتركة. اليوم نحتاج إلى أصوات إيجابية، أصوات خير، وما نحتاج أبداً يكون هناك خطابات تجريحية للآخرين أو سوداوية تجعل الإنسان أن يبتعد عن المحبة. فاليوم خطابنا هو خطاب محبة وسلام ومد يد التعاون بعضنا مع بعض. مدينة الموصل كباقي مدن العراق أكيد تحتاج إلى بنات وإلى رعاة أن يستطيعون يخدموها أكثر من أن يستغلوها أو يسيطرون عليها كسادة. هناك رغبة من قبل الكنيسة الكلدانية بأن يكون هناك مطران جديد حتى يشارك في بعث الأمل للناس، ليس فقط المسيحيين لكن بصورة عامة للموصل. ورغم أنه هي مدينة منكوبة ولكن دائما هناك الحياة أقوى من الموت وتستمر الحياة.